السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومنور تدريب كلاب البحيرة كابتن ابو نور. النهارده يا جماعة هنتكلم في حلقة مهمة جدا وهي الكلاب البيتبول. الكلاب البيتبول عامة اغلب الناس ساعات بتخاف منها. بتخاف منها ازاي؟ في ناس تقول لك الكلاب البيتبول دي لما بتكبر في السن شوية بتبدأ ان هي تهجم على صاحبها، ممكن تسبب ان هي تموت طفل صغير، ممكن تسبب ان هي تموت كلب تاني، تسبب حيوان تاني. على فكرة كلب البيتبول يا جماعة ما شفناش سوء تربية ليه غير في مصر هنا، يعني اغلب الناس هنا في مصر هي اللي بسبب تربيتها للكلب او سوء التربية هي اللي بتوصل الكلب للمراحل دي. كلب البيتبول كلب سريع الفهم على فكرة، مش كلب غبي ولا حاجة، كلب بيفهم، بس كلب عنده شخصية قوية شوية، كلب خبيث عنده سنة خبث في دماغه وفي تفكيره، ان الكلب ده ممكن يكون فاهمك بس بيتقيم شوية عليك عشان ما ينفذلكش الاوامر بتاعتك. كلب عايز يمشي بدماغه، مش عايز يمشي بدماغ حد. شخصيتك مع الكلب من صغره والتعامل بتاعك معاه ومحبتك ليه طبعا هو ده اللي بيخليك الكلب ينتمي ليك ويبدا ينفذ لك اوامرك. لكن فكره ان الكلب يعدي صاحبه ويهجم عليه ولما يكبر في السن ممكن ياذيني والكلام ده كله، طبعا كل ده غلط، ما تفكرش في الكلام ده وما تصدقش الكلام ده. الكلب البيتبول يمكن يكون اوفى بنسب كبيره عن الكلب الروت، كمان يمكن يكون اوفى بنسب كبيره عن اي نوع كلب تاني. كلب البيتبول يا جماعه دايما حاسس ان هو مظلوم، حتى تحس في نظره عينه ليك ان بيقول لك انا مظلوم، يعني انا زعلان انا مش عارف. لكن ان الكلب يخاف من حاجه او ان هو لا، كلب شخصيته قويه، كلب راجل جدا، عنده قوه ان هو يستحمل الهجمات اللي بتتهجم عليه، ممكن مستعد ان هو يهجم على 5 6 كلاب ويكافح معاهم لحد لو حتى ان هو هيموت. لكن احنا بنفضل ان احنا ما نتعاملش بيه بالطريقه دي. كلب البيتبول كلب المفروض ان انت بتستعمله حراسه، بتستعمله كحمايه للمكان اللي انت قاعد فيه، بتربطه عندك. طبعا معروف ان الكلاب دي محرمه تربيتها دوليا، لكن في مصر هنا متاح ان انت تربيه. فعشان تربي كلب البيتبول لازم تربيه صح، لازم تفهم تربيته ايه، لازم تبحث على مواقع التواصل الاجتماعي وتفهم وتسال عنه وتستفسر عنه. لكن فكره ان الكلب ده لما يكبر يأذي حد عندك في البيت ويعض حد عندك في البيت طبعا دي اكبر غلط ان انت تحطه في دماغك. لازم يا جماعه نبقوا فاهمين احنا بنتعامل ازاي وبنتعامل مع الكلب بتاعنا ازاي. احنا عندنا هنا كلاب بيتبول بنتعامل معاه بطرق بسيطه جدا وبطرق سهله جدا، بس الكلب ده من النوع اللي هو نرفوز شويه وسريع المشاكسه وسريع العركه مع اي كلب تاني. كلب ما بيحبش ان في كلب في المكان يجي عليه، بيحاول ان هو يفرض سيطرته ويفرض شخصيته عليه. حاول ان انت تربي كلب بيتبول واعرف اسلوب تربيته ايه، هتلاقي كلب حنين جدا، هتلاقي كلب بيحبك جدا، هتلاقي كلب ممكن يضحي بروحه علشانك. كلب البيتبول لو انت شخصيتك ضعيفه معاه وجيت حبيت ان انت تدي له امر والامر ده فيه قسوه شويه ممكن يهجم عليك. ليه؟ لان ده انت الاساس في الموضوع ده، وانت اساس ان شخصيتك ضعيفه معاه، انت اللي عملت له سيطره عليك. فلو ربيت اي كلب عامه مش بيتبول بس، حاول ان انت يكون ليك شخصيه مع الكلب، حاول ان انت يكون ليك كلمه على الكلب، حاول ان الكلب بتاعك يهيبك وقت ما تكون زعلان، ينبسط لما تكون فرحان. بالطريقه دي هيديك اوامر وهيديك حاجات انت ما تتوقعهاش من الكلب بتاعك. في الاخر بقول لكم تحياتي ليكم، ودي كانت قصتنا النهارده عن كلب البيتبول. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتشتركوا معانا وتابعوا القنوات معانا، وباذن الله هتلاقوا حلقات جديده تفيدكم. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.